بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بولادي بناتي جماعة الترمينال علوم تجريبية تقنية رياضي ورياضي. ما زلنا مع سلسلة دير لاباز في الدالة الأسية واللوغاريتمية والمناقشة البيانية. جبنا اليوم هذه المسألة الرائعة التي نرجو منكم في الأول حاولنا فيها مليح مليح باه لما تشوفوا الحل تتمكنوا من هذه الأشياء إن شاء الله. حيث قال لتكن الدالة F المعرفة بالعبارة F x تساوي لوغاريتم أسية 2x ناقص أسية x زائد 1 C F منحناها البياني في معلم متعامل متجانس وحدة الطول هي 2 سنتيم. قال عين إشارة العبارة أسية 2x ناقص أسية x زائد 1 في R، ثم استنتج مجموعة تعريف الدالة F، ثم أحسب النهايات على أطراف مجموعة التعريف تاع F. بين أن مستقيم دالتا ضمن معادلة y يساوي 2x مستقيم مقارب مائل لـ C F، ثم حدد وضعية سي اف بالنسبة لهذا دالتا، ثم بين أن سي اف يقبل مماسا تي يوازن دالتا، ثم اكتب معادلة ديكارتية لهذا دالتا لهذا تي، ثم قال اكتب معادلة للمماس دي عند المبدأ او اللي هو 0 0، ثم سابعا حل في اف المتراجعة اف اكس ناقص اكس اكبر او يساوي صفر، ثم فسر الحلول البيانية لهذا المتراجعة. وهنا نخدم راسي مليح. ثم تاسعا قال ادرس اتجاه تغير الدالة F ثم شكل جدول تغيراتها، ثم عاشرا قال ارسم T D دالتا ثم CF، ثم 11 كذلك سؤال مهم ناقش بيانيا عدد حلول المعادلات الاتية. عندنا أسية X ناقص أسية 2X ناقص أسية X زائد 1 ناقص K يساوي صفر حيث K وسيط حقيقي موجب تماما. باقى كذلك 1 ناقص أسية ناقص X زائد أسية ناقص 2X تساوينا أسية M مع M وسيط حقيقي، يعني يدي أي قيمة يشاء، أما هذا يدي إلى القيم الموجبة تماما. ثم جي قال أسية 2X زائد 1 تساوينا أسية لوند X زائد أسية X حيث لوند وسيط حقيقي. إذا الأولاد البنات نحبكم، لازم لكم حاولوا تجيبوا هذا التمرين ريثما ان شاء الله نحطوا له الحل. فالاخير دورنا جيم وابوني في لاشين بيوصلكم دائما جديدنا، ودعونا ربي يشافينا والترحم على رحمه الطاهره، وسلام الملتقى الى وضع الحل ان شاء الله. سلام.